برنامج أطفال ولكن لأن أطفالنا هم أغلى حاجة في حياتنا. مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامجكم أطفال ولكن. أنا النهاردة عايزة أكلمكم عن الفن، الفاشن، الحياة الجميلة، الحياة اللي موجودة حوالينا، وكتير قوي بننسى ان احنا نستمتع بالدنيا دي بسبب ولادنا، ودايما نقول لما يكبروا، لما يدخلوا المدرسة او لما يتخرجوا من الجامعة، والوقت بيجري هوا وبيفوت. الحلقة دي النهاردة هدية مننا لكل ام، لكل ام فاكرة انها لازم تأجل الفرحة وتأجل اللبس الحلو وتأجل كمان الخروج. اصلي مش هشيل ابني في كل حتة، اصله بيبهدلني وبيخلي هدومي كلها ما تنفعش. عشان كده النهاردة هنوريك ازاي تقدري تستمتعي بكل لحظة مع ولادك، وازاي تتأقلمي مع الوضع الجديد، وازاي تشيليهم معاكي في كل مكان، وازاي تخلي ولادك جزء من متع الحياة، لانهم هم احلى حاجة في الحياة. النهاردة معايا فقرتين مهمين جدا. اول فقرة مع انجي كساب، بنت او سيدة قررت انها تعمل لبس للاطفال، لبس حلو وكمان مختلف. انجي عاملة كمان اطقم للام وكمان لبنتها، وهتكون معانا النهاردة وهتورينا حاجات كتير قوي هتبهركم حقيقي. وكمان معايا فقرة مهمة جدا مع ولاء إبراهيم، وهي مصنعة شيالات عشان نشيل الأطفال بطريقة صحية وسليمة. إزاي تشيلي ابنك أو بنتك وتكوني أنت مرتاحة وهو كمان مرتاح. هتكون دي حلقتنا النهاردة، ودايما الختام زي ما وعدناكم بيكون مع القصة، القصة اللي بنقدم لكم منها قيمة تربوية تفيدكم وكمان تفيد ولادكم. خليكم معانا، حلقتنا هتبدأ بعد الفاصل، محدش يروح في أي حد. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية. دايما بيكون عندنا مشكله في شيل ولادنا، وخصوصا بطريقه ما تاذيش ظهرهم ولا تتعبهم ولا تتعب الام، خصوصا كمان ان مفيش ام بعد الولاده ما بتشتكيش من الم ظهرها، وبتبقى عايزه حاجه تريحها وتريح الطفل اللي في ايديها عشان ما تتعبش ولا تحس بالذنب من ناحيته. عشان كده النهارده وعدناكم بفقره مهمه جدا، ازاي تشيلي طفلك بطريقه صحيحه وسليمه من غير ما تقلقي عليه ولا تترعبي عليه ولا تحسي بالذنب من ناحيته ولا انت كمان ظهرك يوجعك. عشان كده النهارده معايا الجميله ولاء ابراهيم، مصنعه شيالات الاطفال بطريقه صحيه. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي حبيبتي. طبعا الفكره في البدايه انا بحييكي جدا عليها، لان انت بتقولي لكل ام خلاص ما تقلقيش ما تشيليش الهم. كتير قوي من الامهات بعد الولاده بتشتكي من ظهرها، من الم الظهر، بتقرر انها تقعد اول 3 سنين تقريبا في البيت، تخرج للضروره القصوى عشان انا مش قد شيل طفل. وكلنا ده بيبقى فيه خلافات كمان بين الاب والام، شيل انت، لا شيل انت، انا ما بشيلش اطفال في الشارع. حضرتك جيتي بمنتهى البساطه وقلت لهم خلاص الحل جه. فالفكره اصلا جات لك منين؟ الفكره ابتدت معايا من ساعه ما ان ابن اختي للاسف حصل له مضاعفات من الشيالات التقليديه، حتى كانت ماركات كبيره جدا. فعلى ما انا بقى جيت وخلفت قلت لا، انا لازم ان انا اشوف اتجنب ده. بس لان احنا اخذنا باع طويل جدا على علاج ابن اختي في الموضوع ده وهو صغير. ففكرت بقى ازاي، فكلمت اصحابي اجانب بره، انتوا بتعملوا ايه ومش عارفه ايه وكده، لقيتهم ان هم بينصحوني وبيدوني بقى الافكار. طب الحاجه دي موجوده في مصر؟ لا مش موجوده في مصر، فبعت اشتريتها من كلها من بره. وابتديتي انت اللي تصنعي؟ بالظبط، ابتديت بالرينج سلينج. ماشي. بتاعتي الاصليه ضاعت، فانا محتاجه، انا مش هبعت اجيب من بره كل شويه. بالظبط. فكان انا اوريدي عندي باك جراوند عن التصنيع والاكسسوارات وبحب الخياطه وكده، فقلت طب انا اعملها بنفسي. حلو جدا. بالظبط. فروحت بقى الورش وابتديت بقى اصنع وابتديت اعمل، لما عملت لنفسي واحده. الناس بقى في الشارع بتسالني جايباها منين؟ جايباها منين؟ فطب عارفه انت تن طب ما انا اكيد تتكرر السؤال، ناس كتير بتوقفك جايباها منين؟ جدا، وخصوصا بقى لما جوزي كان بيلبسها. بس اول راجل يلبس شياله والناس توقفه وتقول له جايبها منين؟ بالظبط كده، وبيتحرك براحته،
يعني عارفه الرجاله برضو الا ما تيجي تخرج غيرنا صحيح إيه؟ مش كده لا يعني بتحرك مش عارفه ايه وانا جوزي يتنطط ما حسش بمشكله مش حاسس فالناس بقى ايه ابتدت تلاحظه جايبها منين عاملها ازاي مش عارفه ايه طب ليه ما نعملهاش فابتدى بقى الموضوع من عمر بنتي 5 سنين طب خلينا نرجع لابن اختك انت قلتي حصل له مشكله من الشيالات اللي المفروض هي المتداوله في السوق وهي اللي موجوده وهي اللي باول ما بنجيب بيبي بنروح بنتوجه لاماكن معينه نجيبها اولا ايه المشاكل اللي حصلت له منها حصلت له تقوسات ماشي وعرفت بعد كده ان ده على المدى البعيد يعمل تشوه لمفصل الفخذ تشوه لمفصل الفخذ بس هو انا للاسف انا مش دكتوره فمش هعرف اتعمق في الموضوع ده قوي تمام بس كل اللي هقدر اقوله لك المعلومات اللي انا وصلت لها ان دوت بيأثر بقى مش بيأثر في الشباب وكده لا ده بيأثر على يعني مثلا في العمر الكبير تلاقي بقى اللي حصل خشونه جامده حصل مشاكل وبتبقى باديه من وهو صغير بالزبط. واحنا مش عارفين واحنا مش السبب واخدين ايه بالنا. ابتديتي تتوجهي ان انت تعملي الفكره والفكره ما شاء الله نالت استحسان بدليل الناس ابتدت توقفك وتسالك جايبها منين خطوه حلوه جدا بعديها ابتديتي في ايه بقى ايه الخطوه اللي جت بعد كده ان انت تنفذي بالفعل بالظبط بس ابتديت ان انا انزل بالفعل ابتديت بقى ان انا في الامهات وانا ماشيه في الشارع الاقي واحده اقول لها يا حياتي دي غلط عشان ما تفتكرش ان انا عايزه ابيع اقول لها بس بص ليها حل كذا فهماني طب الحل ده فين اقول لها والله حضرتك ممكن تخشي على النت وتشوفي يعني انا بعرفهم ان هم عاملين حاجه غلط بقى يستفزك الام اللي ماشيه شايله ابنها غلط جدا يعني ممكن توقفيها تقولي لها لا حرام بوقفها فعلا ده لان هم بيخافوا مني بيخافوا مني بجد طب خليني برضو خلينا نتكلم اكتر في صلب الموضوع للامهات عشان ما نبقاش بندي لهم كلام مرسل وده دايما اللي انا ببقى حريصه قوي اكن الام معانا في الاستوديو قولي لي انا كأم وجبت بيبي وبالذات الامهات اللي اول بيبي لان الخبره بتبقى يكاد يكون معدومه وبنبقى كلنا سامعينها من الام ومن الخاله ومن الجده ويوي اعملي كذا دايما اساسا في مقوله في البيت ما تشيليش ابنك عشان ما يتعودش على الشيل فكره ان انا خارجه بابني مفروض ايه الطريقه الامنه اللي انا اشيله بيها ولو انا اصلا ما عنديش شياله يعني خلينا كده بسم الله الرحمن الرحيم انا ما عنديش شياله اشيله ازاي ما عندكيش شياله بادئ زي بدء كده ان البيبي لازم يكون في حاجه محكومه عشان لو هو سنه صغير لازم يكون في حاجه محكومه عشان ما يجيش كده او كده فيتملخ اللي احنا بنسمعه طول عمرنا طبعا بس دي حاجه تاني حاجه ان يعني اللي هي الكاري كود ده ان امكن بس ما امكنش يبقى زي ما قلت لك تشيل يعني انا في اول اسبوع طبعا البيبي حجمه صغير جدا فلازم ابقى ايدي كلها حكماه بقى حجمه بحيث ما يروحش ولا يجي مني فيحصل له اي مشكله بالزبط. من امتى ابدا اجيب شياله والله شياله اتنا من اول يوم ممكن من اول يوم عادي جدا لحد امتى بصي انا عندي بنتي 5 سنين لحد السنه اللي فاتت كنت بشيلها في الشياله اللي هي زي دي لحد 4 سنين كنت بتشيلها في دي تمام وفي امهات سبيشال نيد بياخدوا شياله شبه دي بس مش ما فيهاش كليبسات وكده كلها قماش في بعض بياخدوها بقى لاعمار بقى حد ناس كبيره وفي واحد كلمني مامته مسنه قوي يعني عايز شياله عشان يشيل مامته فيها عشان خاطر يروح يعمل بيها عمره يا حبيبي وده متوفر يعني هو اللي اداكي الفكره اكيد ما كانش موجود قبل ما لا هي اوريدي موجوده هي الفكره اوريدي موجوده تمام ودي ميزه في الشياله بتاعتنا ان هي بتشيل لحد اعمار كبيره واوزان كتيره ما شاء الله طب ما خلينا في اللي جنبك الستاند اللي جنبك اللي فيه البيبي قولي لي ايه الفرق بينها لان الشكل ده احنا بنشوفه كتير وفي محلات كتير ايه الفرق بين دي وبين الحاجه الشياله اللي ممكن تاذي البيبي تمام بصي اول حاجه الحاجه اللي هتاذي البيبي ماشي هي المشكله اللي في الفخذ جميل صح بس شايفه بصي هنا شايفه في قماش ازاي في الشيالات العاديه السفنج المضغوط اللي هو الثقيل السميك ده تخيلي السفنج ده هو اللي بيتحكم في بعض رجل الطفل عن التاني انما القماش انما القماش بصي هنا وهنا طيب. انا عامله لها شرايط بحيث ان هي ايه
تضمها عليها بتقفلها بالظبط، توسع وتضيق على حسب عمر الطفل. بره بيستخدموا دي من حديث الولاده، بس انا هنا في مصر انا اخاف، لان برضو المعرفه هنا في مصر مش كبيره. فهماني، هناك الست اول ما تحمل تخش تبتدي تدخل وتعمل سيرش وبتعرف تاخد معلومات. هنا للاسف مفيش النقطه دي، فانا بقول للناس دي ابتداء من 4 شهور اول ما البيبي ابتدى يعرف يوقف راسه، بحيث ان هو يبقى في اتزان عند البيبي، ما يبقاش راسه رايحه جايه بالظبط كده. بس لحد انت قلتي لحد لو 4 سنين النموذج ده لحد 4 سنين ممكن اكتر على حسب جسم الطفل، ما هو السبيشال نيد اوقات بيبقى جسمهم صغنن. ده طبعا برضو خلينا نكون لكل ام بتسمعنا للاطفال المحتاجين، يعني لو ابنك بيقدر يمشي اصل 3 سنين و4 سنين الطفل بيمشي. يعني هقول لك حاجه، انا كنت مسافره فعايزين نعمل سفاري ماشي ونركب بقى البيتش باجي وكده، والبنت طب هنعمل بيها ايه؟ صحيح ماشي، هنسيبها فين؟ يلا تك وراح خدها وركبنا بيها. يعني هنا المفهوم يا جماعه ان احنا بنسهل عليكم فكره ان انت لو عايزه تتبسطي انت وجوزك وتروحوا مكان ما يبقاش فيه مشكله، لو بشيله زي دي ممكن تشيليها وتعملي سفاري، تروحي انا بركب بيها عجل. تركبي عجل حلو جدا. في امهات طبعا بيسوقوا باولادهم بالشيالات، لان دي اكيد سؤال جالك، الام اللي بتسوق بتبقى عايزه ابنها يبقى امن، بتحطه جنبها وبتعمل حزام الامام. طيب في امهات ممكن تلبس الشايله وتبقى سايقه؟ بصي نحط كده تحتها 1,000,000 خط هي خطر. اوكي، بس وهي على مسؤوليه الام، يعني انا مش بقول اعملوا كده تمام، بس في ناس انا شفتها بعيني فعلا بتعمل كده. هو طبعا خطر بالنسبه لك في فكره ان الام تبقى مشغوله بحاجه غير السواقه بالظبط، لكن مش خطر في ان الشايله هتاذي الطفل في حاجه. لا مش هتاذي الطفل في حاجه، ان الام هتنشغل في غير السواقه فاهمه، لا قدر الله حصل حاجه فالطفل هو اللي هيكون في النص. في النص جميل، بعد الشر طبعا ربنا يا رب يحفظهم جميعا. خلينا نقول بقى، انت قلتي لي هنا من 4 شهور من اول يوم ممكن تستخدمي لنا كده وتقولي لي اللي بيحصل؟ النوع ده اسمه رينج سلينج. رينج سلينج اوكي، دوت بيستخدم من اول يوم. وفي دي كمان البيبي راب، دي بقى تستخدم ودي حلوه قوي للاطفال المولودين بدري، دي ممتازه اللي هم جم مثلا في الشهر السابع اللي هم ما كملوش 9 شهور بالظبط. تمام، لان اهم حاجه في الطفل اول ما يتولد اللي هو يقعد يلمس جلد الام، يعني بره اول ما تولده تفضي كده تعالي نفسها عشان خاطر تحط البيبي عليها تمام. دي ممتازه، دي بتساعد في ده بالظبط، دي كان البيبي لسه في بطن مامته. حلو قوي بالظبط. طب ممكن تورينا، يعني ممكن تورينا طريقه الاستخدام؟ تمام، من ورا دي انا اوريدي لسه معايا لحد دلوقتي في شنطه عربيتي، بحيث ان انا لو البنت نامت ومش عايزه تصحى مش قادره تصحى هوب اشيلها في الشنطه واطلع بيها. ده من عمر يوم دي دي والبيبي راب. حلو قوي تمام. اي بقى الانواع الثانيه في من دي كذا شكل كله من 4 شهور. رجعت المتخصص مثلا دكتور عظام قلت له الحاجات دي، ولا انت عملتي بحث وسيرش معلوماتك فعرفتي وتاكدتي ان في فرق بينها وبين الحاجات اللي في السوق؟ بصي هقول لك الفكره حصلت كالاتي، انا عملتها ورحت بيها لدكتور الاطفال بتاع بنتي، قال لي يعني انا احييكي على الفكره على الخطوه، مع ان انا عايزه اقول لك ان انا وانا لابساها ورايحه للدكتور في ناس مسكتني تريقه اللي هو انت مستغربه عاملاه ده اول مره يشوفه كانجرو، انت لا انت كانجرو انت مش عارفه ايه فاهمه كانجرو اللي بيشيل ابنه ببطنه بالظبط، حتى تلاقي هنا اللوجو خلاص بعد ما الناس اتريقت عمل اللوجو. حلو جدا فاهمه. بصي ده الحديث الولاده اوكي احسن وضع وهو فعلا بيبقى الحجم ده تقريبا هو اصغر سنه اصغر كمان اهو من هنا اكنك طول الوقت هو في وضع الرضاعه تقريبا كانك شايلاه فاهمه كانك في العادي مش انا بقول لك لازم اهو ده كده اهو وماشيه ومفيش اي حاجه ولا يعني طول الوقت في حركتك انت مش حاسه ان في حاجه لازم تبقي واخده بالك انت؟ لا هقول لك ان انا كنت بخرج ب6 و7 ساعات بالطريقه دي بنفس الطريقه دي اغير بس اشيل البامبرز وارجع تاني فقط. حلو قوي
اوكي ده اول. وامان معلش خلينا في الحته دي، امان امان مفيش اي حاجه ممكن تخليه لا. تتفك لا تمام لا 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 انا حبيتي تعملي يعني في صورة أنا عملاها محطاها في بتاعي وأنا اللي متشعبطة فيها بنفسي. تمام ما فيش. خلينا على بعضه سريعا. قولي لي بقى يكبر شوية يكبر شوية نخليه كده كده أو في أنا عن نفسي بحب أحطها كده كأني شايلها كده عارفة الشيلة دي هي بس هي الشيلة اللي شايلها بالظبط. عايزة تحطي إيديها جوه أوكي عايزة تطلعي إيديها بره أوكي تمام تمام شيل إيديها كده شيل ايديها اطلع ايديها لا شيل ايدك انت بتبقي لازم عامله ايدك كده ولا لا 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 خلاص كده وانت ماشيه. هو في الحقيقه البيبي في وزن عنده صح فاهمه بيبقى حامل اكتر شايل اكتر. طيب اللي بعدها طبعا هي فكره فعلا ممتازه لان مهما كان وانت بتلبسيها مش متخيله ان هنوصل للنتيجه دي. ودي زي دي بالظبط بس دي عشان انا برضو كنت بحتاس ببنتي وانا بنزل البحر او بنزل البول فعملتها بخامه تنفع البحر. يعني دي طول الوقت للبول او البحر بالظبط. خامه الشبكه دي حلوه جدا اوكي بحيث برضو انك بتنزلي بيها وتتعاملي عادي جدا بالظبط. دي بقى دي اكتر حاجه بيوصفوها بره اصلا دي اللي زي ما قلتي لي عشان بتبقى ملامسه جلد الطفل بالام بالظبط. وانا لما بنتي كانت بتبقى تعبانه وهي صغيره كنت بلبس دي واخلص بقى كل اللي ورايا في البيت. تعملي كل حاجه كل حاجه تدخلي المطبخ كل حاجه وهي معاكي كل حاجه. الاسيستنت بتاعتي بتكلمني في مره تانية على فكره انا طبخت وكنست ومسحت بعد كل حاجه انا ما كنتش متوقعه كده بيها بالظبط. طب ما حسيتيش ان في انتقاد بالناس تقول لك طب ما انت كده بتخلي الطفل طول الوقت ملتصق بيكي ومش معلمان لا فيها يجي وقت هتبقى انت لوحدك وانا لوحدي لانه اتعود لحد مده كبيره هو ما بيسيبكيش اصلا ما يعني ما سمعتيش النقد ده. انت هقول لك انا كان ردي عليهم حاجه ان الدراسات اثبتت ان الطفل اول 5 سنين من عمره محتاج طول الوقت يبقى مع الام لازم يحس بالامان نفسيا ده بالظبط محتاج يحس بالامان عشان خاطر يعرف يعيش. حلو جدا. دي انت عملتي طبعا هي برضو بتعلمي للام وهي بتشتري منك ازاي توصل للتصميم. تمام دي كده اكس اوكي وبتحطيه. طب انت احساسك وانت شايلاه ظهرك عادي بقى الموضوع لقيتي فعلا مش حاسه بيه؟ بصي انا مشكلتي ان انا عندي مشاكل برضو في ظهري عندي تقوس وعندي هو طول الوقت دي تقريبا ده موجود في كل الامهات بعد الولاده كمان زائد الحقنه بتاعت الولاده حقيقي مش حقنه الولاده دي كانت بتخليني ابكي طبعا من الالم لحد ما ربنا كرمني الحمد لله بالرينج سلينج لا الدنيا اختلفت او بالشيالات عموما لا الدنيا اختلفت لان بصي من ورا هنا بتوزع الحمل فاهمه مظبوط زائد ان القماشه اصلا نفسها في حنينه على الطفل وعلى الام بالظبط. طبعا في قماشات معينه بتستخدم طبعا يعني القطن طول الوقت اكيد انت هو طبعا طبعا دي اهم حاجه عندي يعني في ناس بتحب تخلي ولادها كده دي حلوه قوي دي لانها فعلا فعلا تحسي كمان فيها حنان يعني الطفل كله جواكي فاهمه وراسه كده تغسلي تعملي توطي وامان 100% تمام تمام حلو جدا حلو جدا لان اهم حاجه ان الطفل يسمع دقات قلبه يعني زي ما احنا قلنا دول ممكن يفضلوا معانا لحد مثلا 4-5 شهور ونبتدي نتنقل على الفكره دي بالظبط. لا الرينج سلينج تشيل لحد سن كبير البيبي رقبة دي لا عشان خاطر فيها ليكرا كل ما البيبي فدي لحد 4 شهور كفايه قوي بالظبط. فكرة جميلة وأنا بحييك بجد. كلميني على الأسعار بقى. الأسعار بتبتدي من 175 لحد 500. حلو جدا حلو قوي. ما هو مقارنة طبعا بالشيلات المستوردة يعني أنا سعرها لا سعرها كويس وهي تقريبا الأسعار اللي برضو الأم بتتجه للسوق وبتجيبها أول ما بيبقى في بيبي بالظبط كده.
يعني طبعا الفكرة عجبتني جدا، أي حاجة بتخدم الطفل والأم بتفرحني بشكل شخصي جدا، لأن إحنا عايزين نسهلها على نفسنا وعلى كل أم بتسمعنا، ونقول ما بقاش في حاجة صعبة، ما بقاش في حجج، أخرجي اتبسطي، ما تبقاش عندك إنك مجرد ما جبت طفل يحصل للأم اكتئاب، وده بنشوفه. واكتئاب على فكرة ما بعد الحمل بيبقى أسبابه ده شيلت المسؤولية والهم، هروح فين؟ انا خلاص حياتي وقفت، انا هفضل اول 3 4 سنين من عمري انا والبيبي في بيتنا مش عارفين نتحرك. فالنهارده استاذه ولاء جت حلت المشكله بشكل كبير، بشكرك ونورتيني وتشرفت بيكي جدا، وبجد بجد بحييكي على الفكره. ميرسي يا حبيبتي، ربنا نورتيني بجد. يعني نتمنى نكون قدرنا نقدم لكم حاجه تساعدكم وتعينكم ان انتوا تخلفوا اولادكم وتحبوهم وتحتووهم وتاخدوهم كده جواكم، زي ما هي كانت في شياله نوع من الشيالات طول الوقت ابنها او بنتها جواها. احنا ده هدفنا، افرحوا قوي باولادكم، افرحوا وتمتعوا، اتبسطوا واخرجوا، وما تقولوش ان في حاجه صعبه، ابنك في ايدك، ممكن تعملي بيه كل حاجه، حتى شغل البيت ما بقاش فيه مشكله. ما تقعديش بقى تسدي في شعرك وتقولي طب هروح فين من ولادي، انا مش عارفه اعمل حاجه بسبب ان طول الوقت زن. لا، خديه في الشياله وابتدي انطلقي واعملي كل اللي انت عايزاه. خليكم معانا، الفقره الجايه هتعجبكم جدا، معانا ازياء مهمه جدا للام وكمان للأطفال. اللبس حاجة مهمة جدا لأي بنت وأي ست، خصوصا بعد الجواز. دايما بعد الخلفة بنلاقي أمهات كتير ابتدت تهمل في نفسها، ما بقتش بقى تهتم بمظهرها ولا بتدور على الشكل، بتقعد تقول ولادي أهم، هو أنا بقت فاضية لإيه ولا لإيه، ما أنا لما أخرج بلبسي كله ما بيبقاش هو، وبيتدهول من ولادي اللي شايلاهم، ما بيبقاش في نظام بشكل كبير جدا. والأم بتبتدي تكرس كل وقتها لولادها ولشياكة ولادها. النهاردة حاولنا نقول لكل أم لأ، أنت هتفضلي شيك وهتفضلي شيك بعد الجواز وكمان الخلفة، ومش أنت بس، أنت وولادك. عشان كده النهاردة معايا مصممة الأزياء الجميلة أستاذة إنجي كساب. إنجي كساب من البنات اللي قدرت تختلف شوية وعملت حاجة مختلفة للأم وكمان للبنت، قدرت تقول أنتوا الاتنين هتبقوا مميزين جدا، وممكن وأنتوا ماشيين في الشارع الناس تقف وتوقفك وتقول انتوا عاملين كده ازاي وجايبين ده منين. فخليني ارحب معاكم باستاذه انجي كساب، اهلا بيكي، منوراني. في البدايه بحييكي طبعا برضو على الفكره النهارده، وشفت صور كتير جدا مبهجه، قدرتي تدخلي الفرحه في قلوب كل ام وكمان الاطفال. ازاي عرفتي تعملي كده ومن امتى كانت البدايه؟ انا عملت كده من ساعه ما خلفت بنتي، كنت بحب البس زيها، ما بحبش يعني انا وهي نبقى بعاد عن بعض. فابتديت اعمل لنفسي وليها موديلات شبه بعض، وبعد كده لما خلفت بنتي الثانيه ابتديت بقى اشتغل في المجال. يعني انت قبل ما تتجوزي ما كانتش عندك الفكره اطلاقا؟ لا، كنت بحب اعمل لبسي انا، كنت احب دايما البس حاجات انا اللي عاملاها، بس ما يعني ما كانش في دماغي طبعا شغل ولا اي حاجه. بس لما خلفت بنتي الثانيه بقى حبيت الموضوع اكتر، وابتديت البس زيهم هما الاثنين، يعني معظم لبسنا لازم يكون شبه بعض. يعني انتوا طول الوقت دلوقتي بقيتوا تخرجوا انتوا الثلاثه لبس شبه بعض؟ لازم، او حتى الالوانات متقاربه وديزاينات قريبه، عشان انا محجبه طبعا، فهم يعني نحاول نقرب لبعض. العيله قبل ده ازاي بقى؟ العيله والناس في الشارع، اصحابك بقوا فعلا يسالوا يقولوا لك الفضول، انت ازاي عملتي كده؟ احنا عايزين زيك. الحاجه يعني كان الاول الكلام ده مثلا من حوالي 5 سنين، كان الموضوع لسه اونلاين والكلام ده ما كانش انتشر. فكان الموضوع ملفت شويه، الناس انتوا لابسين زي بعض ازاي، عاملينه فين الكلام ده، فعشان كده انا بدات في الاونلاين. بس مع الوقت كده الموضوع بقى انتشر واتعرف اكتر، والناس بقت خلاص عارفه الفكره ان الام بتلبس زي بنتها، والموضوع يعني الموضوع بقى محبب قوي للناس، وكمان بقى فيه الجده بقت تلبس زي الام والبنت. والبنت دلوقتي اصلا الصغيره حتى اللي بقت تحب تلبس زي مامتها جدا، بقت فاهمه الموضوع قوي. وهي اللي بتطلب مامي اعملي زي، اعملي زي، انا عاجبني الشكل ده اعملي لي زيك، اعملي لي زيك، او انت اعملي زي كده. يعني بقى يختاروا مع بعض مثلا الموديل اللي ينفع للام واللي ينفع للبنت، وخصوصا لو الام محجبه فبنحاول نعمل تعديل على الام شويه عشان تبقى تقرب للشكل. حلو جدا. طب ازاي قدرتي تستخدمي ماتيريال تنفع للام، خاصه احنا كبار ممكن يعجبنا موديل نستحمل الماتيريال بتاعته لو خشنه لو فيها تطريز، لكن الطفل بيبقى ليه وضع مختلف. الطفل جلده حساس، دايما لازم استخدم له قطن او حاجات تكون ما فيهاش بلاستر خالص. كذلك الام برده ما بيبقاش فيه بلاستر خالص، واحنا دلوقتي فيه ماتيريال كويسه جدا معظمها قطن، ما فيش البلاستر قليل جدا. فبستخدم الماتيريال كلها قطن
وبتبقى مريحه للطفل جدا وللام. وعامه في الموديلات الاطفال احنا دايما بنحاول نستخدم ماتيريال تكون يعرفوا يتحركوا فيها او يعرفوا ان هم اصل حركه الطفل كتيره، فان هم يقدروا بس يستوعبوا ان هم لابسين حاجه، خصوصا بقى لو درس طبعا دي بتبقى وضع تاني، درس طويل وهم طبعا مدمنين الدرسات الطويله بالذات الاطفال الصغيرين جدا عشان تبقى زي مامي. حلو جدا. طب قولي لي ايه اغرب اوردر انت عملتيه او الطلب منك ام طالباه ليها ولبنتها مثلا، او ايه اكتر الاوردرات اللي بتجيلك؟ بيجيلك اكتر الاوردرات فساتين ولا مثلا ترنجات ولا بيبقى شكل؟ لا درسات. او الترنج المختلف، يعني لو ترنج مختلف وبالذات ترنج الشتاء، عشان دايما اي ام في الشتاء لازم الترنج يكون مختلف عشان تنزل بيه النادي، تنزل بيه سوبر ماركت، تنزل بيه اي في اي مكان، وكمان يكون بيدفي وفي والماتيريال بتاعته مطمنه ان بنتها مش هتبقى ساقعه. ولازم الدرس مثلا يختاروا درس العيد ميلاد لازم يكون حاجه برده ملفته، حاجه فيها شغل تول، حاجه فيها شغل البنات يحبوه ويكونوا حابينه، وكمان يبقى عملي يخرجوا بيه، يعني مش عيد ميلاد بس. قولي لي ايه اكتر حاجه بتشوفيها غلط بتعملها الستات بعد الخلفه والجواز، يعني بتشوفي ان ده ما ينفعش يحصل؟ في ام هيك كتير بتعمل في نفسها وتهتم بالطفل بس، يعني يهتم ان هم يظهروا طفلهم حلو قوي، تبصي على الام ما تتوقعيش ان هي بتلبس بنتها كده وهي مش لابسه وهي مش مهتمه بنفسها خالص. في ده كتير فعلا، يعني ده بنشوفه كتير، الطفل يعني ما شاء الله بيكون ملفت جدا من لبسه ومن طريقته ومن تسريحته، ما تتوقعيش ان مامته تكون مش مهتمه بنفسها، بكل تركيزها على بنتها على او ابنها. لكن هي لا. لا لكن طبعا دلوقتي قدرنا ان احنا نعمل الاتزان ده ونخلي الام تبقى شكلها حلو وكمان الطفل في ايديها شكله بالذات حلو. في جروبات كتير دلوقتي بقت تهتم بالام وبالبنت والصور كتير بتنزل والكلام ده، فالامهات خلاص بقت تاخد بالهم حقيقي ده بقى في مسابقات كمان. يعني في جروب ليتل فاشونيستا ده مع كل الناس تالي عليه، فالامهات كتير واطفال كتير بيبتدوا يشوفوا ياخدوا بالهم يقلدوا بعض. الولاد ليهم نصيب ولا البنات بس عندك اللي بتعمل؟ لا البنات، عشان انا مخلفه بنات ما دخلتش مجال الولاد خالص. لكن ما فكرتيش تعملي كده مثلا للولد مع باباه ان انت تلبسيهم زي بعض؟ لا ما لازم نجيب ولد عشان نعمل كده. طيب ممكن بقى لكن هي البنات اكتر، اصل البنات مجالهم كتير والوانهم مبهجه. الولاد حاجاتهم محدوده، هو تيشيرت بنطلون، فانا ما دخلتش بصراحه في المجال ده خالص. طب خليني اشوف نبدا الفاشن واشوف البنات الامارات ونرجع نكمل الاسئله بيني وبينك. تمام اتفضلي. زي ما حضراتكم شفتم بنات امارات تجنن لابسين حلو قوي من تصميم استاذه اندي كساب، حلو قوي موديلات تجنن ومختلفه. خليني اتكلم معاكي على اول موديل اندي جنى لابسه تريننج حلو جدا. قولي لي بقى التريننج ده فكرته ايه، وهو كمان ينفع تيالي لو هي خرجت بيه او كمان راحت بيه حاجه بالليل سهره ماما راح فرح؟ هو تريننج خروج، يعني هو اصلا التريننج معمول خروج. البايت ده موضه بقاله مثلا 3 سنين. الاسود في الترنجات كلها دلوقتي الناس كلها بقت تحبها جدا بسبب ان الجاكيت ممكن يستغلوه لوحده والبنطلون يستغل لوحده. جميل. فهو الترنج يعني الموديل ده بالذات يعني اكتر موديل بيشتغل معايا في الشتاء. الجاكيت ده يتلبس على جينز، يتلبس على سكيرت، ممكن يتغير الستايل خالص يتلبس على ممكن برده البنطلون يتلبس على اي سويت شيرت. والبنطلون يتلبس على اي سويت شيرت هيغير الشكل خالص. فهو الناس بتحبه جدا عشان عملي، النوادي، خروج، اي مشوار سريع، وبالذات بقى فتره الكورونا والناس بتنزل. لكن فكره كتير ان في شويه شغل ينفع للسهره ده ما بيقيدش التريننج، ما بيخليش الام حاسه ان هو ينفع لو انا رايحه بقى فرح بالليل مع اصحابي ابقى اخد بنتي كده، ولا ممكن عادي تتعامل بالسهره؟ لا مش هتاخد التريننج كامل، مش اكيد مش هتلبسها لطقم تريننج، بس ممكن تستغل الجاكيت يعني تلبسه على سكيرت، تقول تلبس على اي ستايل دريس تفتحه فيديها شكل برضه حلو مناسب لل على الكوتشي وتمام. وعلى الشوز وتمام. الماتيريال المستخدمه في التريننج ايه؟ الديربي، قماشه الديربي، هي قماشه حلوه وتقيله جدا في الشتاء وعمليه، يعني قماشه ينفع تتلبس في فصل الخريف وفي فصل الشتاء.
حلو قوي. طب ما خلينا في الدرس الاحمر الجميل بقى اللي فكرته اختلفت باللي انت عملتيه على التل اللي على الكمين. الفكره حلوه قوي ومختلفه وده شتوي برضو. ده شتوي، ده درس شتوي. هو ده درس انا بعمله مثلا اعياد ميلاد، في ناس كتير اعياد ميلادهم في الشتاء وبيكونوا محتارين جدا في اللبس. الاطفال بصراحه في الشتاء بيتظلموا جدا في لبسهم، فانا عامله درس ان هو شبه البرنسس، حركه التول دي عشان تدي فخامه ليهم وبعيده تماما عن انها تضايق الطفل، لان الدرس كله الماتيريال بتاعته مريحه. لا الدرس ماتيريال شموا، ماتيريال ناعمه جدا، وممكن الام كمان تلبسه، ممكن يتلبس للام. لو الام محجبه يبقى طويل، لو القصير هيبقى شكله حلو جدا مع الام، وبيلبسوا شبه بعض يعني. اصغر بنتين كانوا معانا النهارده خديجه وهنا. خلينا في الاول الجاكيت الليموني، الطقم الكاجوال كله هو تقريبا كاجوال، الجينز المقطع يعني برضو فكره مختلفه، حتى الشنطه اللي لايقه كلها مع بعضها. ده بقى الطقم الكاجوال كامل لكل المراحل العمريه، ده للمامي وللبنوته ولكل لاي حد. هو يتلبس، بصي يتلبس في فصل الربيع والخريف، شتاء صيف. يتلبس شتاء يتلبس تحتيه بيزك هيبقى حلو جدا. الصيف ينفع يتلبس لو ان هي خارجه بالليل تاخده معاها، هو ستايل قوي. البنطلون قماشته ليجن مش جينز، فقماشه مريحه جدا، وده بيبقى افضل طبعا للاطفال بعيد عن الجينز. ده مريح لهم اكتر جدا من الجينز. حلو جدا، حلو. الدرس الاخير خديجه، الدرس الاخير البورنيتا، الدرس اللي تحسي كلاسيك جدا. ده واخده من ستايل الاجانب شويه. انا حابه الستايل الامريكي كده، فالستايل ده منه. البادي القماشه شبه، تحسيها شبه الخيش كده، بس هي ناعمه يعني، قماشه ناعمه مش خشنه. البورنيتا الشابو مع التوب خفيف شويه عشان احنا لسه ما دخلناش الشتاء، بس لو على الشتوي يتلبس بيزك تقيل هيبقى شكله حلو مع كلون هيبقى حلو جدا. وممكن الام برضو تعمل لها نفس الموديل، ممكن، او لو محجبه برضو هيمشي معاها، لان بيتلبس تحتيه بنطلون او كلون هيبقى شكله لذيذ جدا معاها. بنحل مشاكل الدرس لو قصير للاطفال ان احنا بنلبس كلون. دلوقتي نازل كلون لون الجسم، بتلبس تحتيه بنطلون دفايه تقيل شويه فيدفيهم، وفي نفس الوقت يحسوا انهم مش لابسين. الام اللي بتطلب منك موديل معين بتتسلمه لها كله بقى بكل تفاصيله، بالاكسسوري لو شنطه لو برنيطة، ولا انت بتقولي لها جيبي كذا؟ لا، لو متاح معايا ان انا اسلم لها كله او ان انا انفذ لها كله واعمل لها، لو مش متاح معايا بشاركها في ان انا ممكن اقول لها هاتي من هنا او هاتي من المكان ده كذا، الاكسسوار بتاعته كذا، بقيه الستايل شوز مش عارفه ايه، بنختار مع بعض يعني. الطقم بسلمه لها بنختار مع بعض كله. حلو قوي قوي. بتصممي لكل الاعمار ولا لسن ايه بتبتدي تقولي لا خلاص ما بقاش طفل؟ لا لاي عمر، لاي عمر. ببدا من اول بيبي، من 3 شهور سبوع والحاجات دي ببدا. ايه هدوم السبوع المختلفه؟ بتخلي السبوع مختلف ازاي؟ بحب في السبوع يلبسوا حاجه قطن داخليه واحط عليها تول، يعني اي حاجه داخليه بس تكون قطن، اهم حاجه الطبقه الاساسيه. تلبسوها تحت قطن، والتول بقى بلعب في اشكال التول. الالوان ثابته عندك في السبوع؟ على حسب الام بتختار يعني. في امهات بيحبوا الابيض دايما واساسي طبعا، هو ده اغلب الوقت اللي البنات بتلبس ابيض في السبوع. وفي امهات لا تحب تغير يعني تلبس الوان مختلفه. ايه اللون الاكتر بقى بما انك انت متخصصه للبنات، ايه اكتر الالوان اللي بتستخدمها لهم؟ البينك اكتر لون. بينك والبربل عشان طالع ترند السنه دي قوي، فهم حابينه جدا، بس دول اكتر لونين يعني. البينك ده اساسي. قولي لي بقى ايه القطعه العمليه اللي دايما بتشوفي انها لازم تكون في كل بيت وكل ام تكون عندها القطعه دي؟ تريننج ده لازم، ده لازم، ده اهم حاجه. ده بصي ويكون برضو تريننج شيك. نزول ممكن تنزل بيه في اي اهم حاجه تريننج يكون شيك عشان يلا يخش يلبس تريننج ويلا. ويا ريت كمان يعني لو البنت عندها نفس التريننج فنبقى ماشيين طيبه. زي الفل كده تمام، وبالذات في الشتاء على طول يعني. اللي بياخد مني الصغير لازم ياخد الكبير. حلو قوي حلو قوي. خلينا نشوف فاشون تاني. تمام. يلا بينا. قولي لي الشربات ده طبعا حلو جدا ولونه مختلف وفكرته كمان مختلفه. الشربات ده ماتريال جبردين تمام. هي حلوه للشتاء جدا، لو هتلبس خريف وشتاء تحتيه بيزك حلو قوي قوي، والماتريال بتاعته بصراحه تحفه. حلو انا حبيت ادخل فيه الستريس بقى، بس ما حبيتش اللي هو فيه خرز قوي عشان ما يقعش، فحبيتي الشكل الجديد ده. الشكل ده
وفعلا خلاه مختلف جدا عن اي سلبيات موجوده. وبرده ينفع للام وينفع للطفل. اساسي انا بعمل منه اصلا لنفسي وبعمل للامهات عامه. حلو جدا، حلو قوي. الدرس الثاني اللي فيه بهجه بقى وحياه ومصيف جدا، عيد ميلاد. ده عيد ميلاد قوي يعني، هو ماشي قوي مع يونيكورن مع عروسه اللول. الديكور بتاعه بيتعمل تحفه، فهو الدرس ده اصلا يعني الحمد لله كان محقق نجاح جامد جدا بسبب الطول بتاعه. وحلاوته ان هو ينفع يتلبس زي ما البنات لابسينه كده، ممكن تلبسيه على سكيرت وممكن يتلبس درس مقفول لفوق. حلو قوي، هو فعلا الوانه مبهجه قوي. وكمان فعلا ينفع في مصايف عيد ميلاد، يعني متهيالي البنت اللي هتبقى لابساه تبقى حاسه قد ايه هي مبسوطه جدا يعني. هم عشان يفضلوا بس يلفوا بيه كده ويريحين حي. طبعا فعلا حاجات حلوه ومبهجه جدا. بحييكي على الفكره، وبحييكي ان انت قدرتي تفرحي امهات كتير وتقولي لهم لا خلي عندكم امل، ما حدش يهمل في نفسه بعد الجواز ولا الخلفه، وممكن تبقي قمر وبنوتك كمان تبقي قمر. انا بشكرك ونورتيني استاذه انزي، جدا جدا مبسوطه بيكي وبتمنى لك كل التوفيق. ميرسي جدا. زي ما شفتوا سهل جدا ان احنا نبقى حلوين ونخلي كمان ولادنا حلوين. دوروا ابحثوا، الموضوع يستاهل منكم فعلا ان انتوا تعرفوا كل جديد. امهات كتير جدا بيبقى عندها الالوان ثابته، ما بتبقاش عارفه تغير ولا تلون ولا تخلي ولادها عندهم بهجه، بتبقى عارفه ان اللون ده هو اللي هيتلبس كده على بعضه من غير اي تنسيق للالوان. وعلى فكره ملوش ابدا دعوه بالمستوى الاجتماعي، في امهات كتير اغنيه جدا عندهم هدوم لاولادهم كتير جدا، ولكن ما يقدروش ان هم يخلوا ولادهم عندهم ذوق ولا بيعرفوا يلبسوهم. وفي ناس يعني مستورين جدا ولكن عندهم الذوق وعندهم الحس الفني اللي يخلي ولادهم بيشيك جدا وهم كمان يكونوا زيهم. حاولنا النهارده معاكم ان احنا نساعدكم بشكل كبير، عشان كده اتعلموا ودوروا وابحثوا لان الموضوع فعلا يستاهل. حلقتي لحد هنا انتهت كفقرات، ولكن هنروح للختام اللي دايما متعودين عليه، وهي القصه اللي بتقدم لكم قيمه تربويه عاليه جدا تفيدكم وكمان تفيد ولادكم. واشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه الساعه 3 العصر على شاشه المحور، والإعادة زي ما قلنا دايما لحضراتكم بتكون يوم الاثنين الساعة 10 صباحا. كنت معاكم مروة عزام.